الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن الشاهينية في المركز الثامن لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم، ومضمر الشاهينية السيد سعيد بن سالم النيبي، وفي المركز التاسع قمة في المركز التاسع في هذه اللحظات لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المحلى، ومضمر غمه السيد عبد العزيز بن عبد الله بن موسى، وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر شواهين لهجن العاصفه بقياده المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجه، هذا اول ندى للمراكز العشر الاوائل، ونرجع واياكم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام الى المقدمه وبالاخص الى شموخ. نرجع الى مقدمة هذا الشوط الى شوامخ، شوامخ على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، لا زالت مسيطرة منذ البداية وحتى هذه اللحظات. ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات منحاف لهجن الرياسة بقيادة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع ابعاد ولا قريبين المراد بس وصول خط النهاية، والعروض الجميلة في هذا المساء في هذا الحضور، الحضور السامي من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. نشوف وناخذ اللي قلنا اللي في المركز الرابع ابعاد لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم آل مكتوم، ومضمر ابعاد الشاعر حمد بن علي العويسي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس منصوره لهجن الرياسه بقياده المضمر السهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز السادس هملوله في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقياده المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الثامن، المركز الثامن شواهين لهجن العاصفه بقياده المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع جواهر لهجن الرياسه بقياده المضمر حمد بن احمد بن مايد الخيلي، وفي المركز العاشر منحاف في المركز العاشر نشوف اللي في المركز العاشر الشاهينيه في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم بقياده المضمر سعيد بن سالم اللي نبي. نرجع وياكم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام الى مقدمه هذا الشوط، وبنشوف بنشوف شوامخ، شوامخ لا زالت على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات، شوامخ وهي شامخة على مقدمة هذا الشوط في مركز الشموخ، شوامخ لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، ويقول الشاعر نعم بالواثق وتضميره يوفن السبق ولا يخلفن، نعم بتضمير الواثق وأداء هجن العاصفة في كل مكان وفي كل احتفال وفي كل مناسبة. ها هي هجن العاصفة، ها هي امبراطورية هجن العاصفة تشاهدونها على شاشة التلفزيون. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، المركز الثاني إبعاد يا أبو زايد نبي نغني، نغني على الأوتار إبعاد ولا قريبين المراد بس وصول خط النهاية والفوز والناموس. ها هي إبعاد في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم بقيادة مضمر النجوم الخمس حمد بن علي العويسي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث في هذه اللحظات منصورة في المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الرابع منحاف في المركز الرابع ولا منصورة، منصورة في المركز الرابع، وفي المركز الثالث قلنا
لنا منحاف منحاف والهنتين اللي هجن الرئاسة بقيادة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الخامس هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر نشوف مضمر هملولة حمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز السادس شواهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم ومضمر الشاهينية السيد السعيد بن سالم الينيبي. وفي المركز الثامن أرى اللي في المركز الثامن جواهر لهجن الرئاسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات تتسلل على المركز التاسع أرى الآن الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم واسمه الطيارة ومضمر الطيارة السيد سعيد بن عبيد الحميري. هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى الشوامخ، والشوامخ لا زالت شامخة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز. أرى أبعاد بدأت تغترب، الآن وتغير وتقترب من شوامخ في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز في هذا المساء في سن الثنايا البكار المحليات الأصايل. ننتقل إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث منصورة، لهجن الرئاسة بقيادة المضمر السهيل بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الرابع من الجانب الثاني هملولة تغير إلى المركز الثالث، هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الرابع منحاف لهجن الرئاسة بقيادة المضمر السهيل بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الخامس جواهر لهجن الرئاسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز السادس الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم الينيبي. وفي المركز السابع نشوف هملولة في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثامن شواهيل لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نرجع إلى المقدمة، هذا الشوط إلى شوامخ وأبعاد. شوامخ لا زالت مسيطرة على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام على شوامخ وعلى هذا الأداء، الأداء المتميز على مقدمة هذا الشوط. وعلى فكرة ركض الغاي بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية التامة لدى شوامخ. يا سلام حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي ما صدر أي أوامر ولا فتح سماعة ولا حرك الآلي، ونحن نغترم من لوحة الإعلان بنقول 1200 عن خط النهاية. اللي بيحرك يحرك، اللي بيتكلم يتكلم، اللي بيروح يروح. يا سلام يا سلام يا سلام. لكن إمبراطورية هجن العاصفة متواجدة مع شوامخ على المقدمة، سوبر هاتريك سجلته، والآن بدينا في صفحة جديدة مع أيضا هذا الشوط الخامس. يا سلام يا سلام يا شوامخ، على مقدمة هذا الشوط.
الشوط لا زالت ترقص بدون أي أوامر. يا سلام، بدينا الآن نتجاوز لوحة الكيلو متر الأخير بقيادة شوامخ لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي بدأت تباعد، بدأت تحلق على أجواء ميدان المرموم. بدينا نشد الأحزمة، بدينا بالهبوط تدريجيا على مدرج رقم واحد بقيادة شوامخ على هذا الأداء، الأداء المتميز. يا سلام، قادت الشوط راس وبتنهي راس وهي تحمل رقم واحد. يا سلام، رقم واحد على رقبتها وأداها رقم واحد ممتاز للغاية. ها هي شوامخ، شوامخ على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. جواهر غادمة، جواهر غادمة في المركز الثاني في هذه اللحظات، صاحبة الكاس في الجماعة العام الماضي في سن الإذاع، اليوم في سن الثنايا لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيالي. بدأت تتسلل، بدأت تغير إلى مقدمة هذا الشوط. ها هي جواهر، جوهرة غالية، جوهرة ثمينة، تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. سلام سلام عليك يا مؤسسة هجن الرياسة، تهانينا لهجن الرياسة. المركز الثاني أيضا لهجن الرياسة، وفي المركز الثالث شوامخ لهجن العاصفة. المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم المجتوم، وفي المركز الخامس منصورة لهجن الرياسة. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول جواهر إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الثمانية كيلو متر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. في اللحظات الأخيرة انتزعت المركز الأول بزمن وغدرة 12 دقيقة 57 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر الشاب حمد بن أحمد بن مايد الخيالي، والذي وصلت في المركز الثاني من حاف 12 دقيقة 57 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، والذي وصلت في المركز الثالث شوامخ 12 دقيقة 57 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، ولا زالت صاحبة التوقيت القياسي في هذا المساء الشايبة الذي قطعت مسافة 8 كيلو متر بزمن وغدر 12 دقيقة 35 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس.